انا هي اللي كنت نصور، واللي يعني شفت قلبوا علينا من هون وقلبوا من ذاعت نطلع بيه، شفت التدخل اللي عدل الوعر والبط اللي معامل بيه واللي كانوا يعاملوا به الصحراويات اللي يعني جاية الدور تشوف حالة الوعر اللي كان يعني وجهه مليان من الدب، وذا يعني كان ذا العلم الوطني مرفوع من الدار الفوق ونصور منها، واللي يعني خبطوني بالحجرة الأولى دافلك والدقدقة جات فيها ريحت وفمت إياها، يعني خبطت بحجرة لحقني الحال نصور ندمكس صادهم جذهونة إياها مباشرة الدقدقة على ثلاث قسمات اللي ورمت لي ضركاتي أنا ماني فاصلة لكم أي شيء ولاني إذا غير ذا كامل ندور لا نوصل ذي الرسالة الاحتلال المغربي عنك قاع قد انه يتعدى والله قد انه يتقمع. انا العيني انا قلعت انقلعت عيني فقعوها من زلت في اصغر شبابلي واليوماتي اللي قلعوا لي قطعوا عنها ما يلي تثني ولا يلي ترد بها لي باقي الروح الوطنيه، قطعوا عنها نمشي شواده من اجل تحرير الوطن.